مرحبا بكم أعزائي مشاهدي قناة الحوت في أسواق اليوم. الاستثمار في الذهب ملاذ آمن وأرباح تفوق التوقعات. إلكتروفيجن طفرة تكنولوجية في عالم المال والأعمال. وركود بالأسواق بعد موسم الأعياد. أهلا بكم مرة أخرى. في أعقاب الخسائر المتتالية في العديد من القطاعات الاستثمارية، يتجه العديد من المستثمرين إلى الاستثمار في الذهب على اعتباره بلاذا آمنا. للتعرف على المزيد نذهب إلى التقرير التالي. كشفت الأزمات الاقتصادية المتوالية عن أهمية الدفع بالذهب كاستثمار آمن يصل اقتنائه القاسي والداني. الانخفاضات الأخيرة للمعدن الأصفر دفعت الكثير من المستثمرين وحتى الجمهور العادي إلى الإقبال عليه ثقة في معاودته للارتفاع وجني مزيدا من الأرباح على المستوى القريب والبعيد ودون بذل أي مجهود، وذلك بعكس أي استثمار آخر. حالة الرواج والإقبال الكبير على شراء كميات من الذهب من قبل المواطنين والمقيمين بسبب الهبوط الحاد في أسعاره اختلف عليها خبراء الذهب والاقتصاد في تفسيرها، فالبعض يرى أنها نتيجة بيع البنوك المركزية للكثير من مخزونها الاحتياطي، وأرجعه آخرون إلى بيع إيطاليا وقبرص لما يقرب من 4 ملايين أونصة مما نتج عنه انهيار الأسعار. لكنهم توقعوا بنهاية 2013 أنه سوف تشهد سوق الذهب ارتفاعا جنونيا، ناصحين الأسر بالإقبال على الشراء في الوقت الحالي. وتشير توترات المنطقة إلى ارتفاع قادم لأسعار الذهب بسبب قلة مناجم الذهب على مستوى العالم، بجانب دخوله في كثير من الصناعات الحديثة التي تستهلك كثيرا من الذهب في طولي أجهزة إلكترونية كالجوالات والكمبيوتر لحمايتها من الأكسدة، كما أنه موصل جيد للكهرباء والاتصالات الحديثة. وبشكل عام فإن الاستثمار في الذهب عملية في غاية السهولة، فبالإمكان اليوم الاستثمار من خلال العديد من البنوك في العالم أو حتى مختلف الشركات، حيث يمكنك شراء وبيع الذهب بصورة يومية ومن منزلك فقط عبر الشبكة الإلكترونية. بحسب المراقبين فإن المستفيد الحقيقي من انخفاض سعر الذهب هو المستثمر وليس المستهلك، حيث إن الوقت الحالي يعتبر فرصة لشراء المستثمر للذهب وبيعه فيما بعد عندما يرتفع سعره، خاصة بعد أن أصبح استثمار الذهب يفوق حاليا الاستثمار العقاري. بحسب الخبير في قطاع الاستثمار بالذهب رجب حامد، فإن الوقت المناسب لشراء الذهب هو في كل وقت تتوافر فيه الأموال الزائدة عن حاجة الأسرة. السلعة الوحيدة أو المعدن الوحيد الذي مارسه جميع الناس. لو جيت نتكلم على مثلا النفط أو المشتقات أو الفوركس، تلاقي أن في شعبة معينة أو شريحة معينة مارسه، بس عمرك ما هتلاقي موظف ولا فرد عادي عمره ما راح محل ذهب، عمره ما اشترى جرام، عمره ما اشترى أو راح مع صاحبه يشتري. فالجميع زاروا محلات الذهب واشتروا. نيجي إزاي نحول العادة دي إلى منفعة، إلى استثمار، إلى فايدة؟ ده اللي احنا الأهداف اللي بتسعى إليها جميع الشركات. ساعد على هذا الهدف وخلى الاستثمار في الذهب استثمار قوي الكل يتكالب عليه بدون دعاية بدون إعلان، القفزات الأخيرة في الأسعار. فبدأ أي إنسان يقيم المشتريات اللي عنده من سنة أو من سنتين أو من ثلاثة بالأسعار الحالية يجد هناك فرق كبير. ده ساعد على إيه؟ ليه الإنسان العادي ما يستغلش ارتفاع الأسعار إن هو يشتري ويستفيد من الأسعار؟ النصيحة اللي أنا بفضل، طالما توفر المبلغ الزائد عن ميزانية الأسرة انزل السوق واشتري. احنا ايه اللي كانت المشكلة لأي حد؟ ان هو منتظر الأسعار تتحسن، منتظر الأسعار تنخفض، وده ما بيحصلش. يعني احنا بنقول في مثل مشهور The best time to buy gold right now، وده دايما الغرب بيطبقها. أفضل وقت انك تشتري ذهب الآن طالما في مبلغ زيادة عن ميزانية الأسرة انزل اشتري بيه، لأن انت يعني أولا مش هتضارب ب 100,000 و200,000، فواحد سنت ولا واحد فلس ولا 10 دولار هتفرق معه. الميزة فين؟ لا، توفر ميزانية انزل السوق اشتري. النصيحة اللي بعد كده، خلاص طالما انت قررت تاخد قرار شراء الذهب، يا ريت يفضل ان يكون ذهب عيار 24. ميزة ذهب عيار 24 ما فيهوش مصنعية، تقدر مش محتاج ان انت تفحصه او تشوف العيار 18 او العيار 21، عيار 24. ميزة ذهب عيار 24 انك ممكن في اي مكان في اي محل
تعمل عملية باي أو سيل مش محتاج خبير، فبالتالي نشتري ذهب يفضل عيار 24، يفضل بالقطع الكبيرة، لأن لما نحسب الكيلو مثلا ب 12,000 الجرام هيبقى ب 12 دينار، إنما دي مثلا لو 100 جرام هتتباع ب 12,220، فالجرام ب 12,200 فلس، إن كل ما صغرت القطع بيزيد متوسط سعر الجرام. لا، أنا أفضل لو معك مبلغ اشتري ذهب، كل ما يكون المبلغ كبير اشتري قطعة كبيرة، وتابع السعر وشوف فروقات الأسعار، وعود نفسك دائما انك شهريا كل فترة كل موسم انك تشتري قطع من الذهب، لان متوسط عمليات الشراء خلال السنة الواحدة نهاية السنة يعمل لك ربح مع سعر الاقفال السنوي. احنا دائما في اسعار الذهب لو نشوف على مدار 12 سنة، الذهب بقاله 12 سنة كل سنة سعر نهاية العام اعلى من بداية السنة. عام 2010 كان 29%، عام 2011 27، يعني اسوأ سنة مثلا السنة اللي فاتت كنا بمعدل 7%. تشهد سوق الكويت الأوراق المالية تبايناً في نتائجها في أعقاب فترات من الإجازات والأعياد. الأمر نفسه تكرر مع البورصات الخليجية، ولمزيد من التفاصيل معنا المحلل المالي عدنان أدليمي. سيد عدنان، كيف كانت أحوال الأسواق خلال فترة ما بعد العيد؟ بالنسبة لتداولات سوق الكويت الأوراق المالية اليوم وأمس، الاعتبار أن يعني جلستين اليوم هم أول جلستين بعد انقضاء شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر المبارك، التداولات حقيقة أنا أقدر أعتبر أن لم يتغير فيها الشيء الكثير حقيقة. حتى الآن السيولة متدنية، حتى الآن النشاط قليل جدا، حتى الآن العمليات المضاربية هي من يسيطر على التداولات إن كان داخل الجلسة أو على مدى أيام التداول. أكيد كون أن يعني إحنا في رمضان حققنا بعض المكاسب على مستوى المؤشرات حقيقة والمتغيرات العامة بالسوق، أكيد أنه بعد رمضان خاصة أنه لم يتغير شيء من العوامل الأساسية والفنية التي تؤثر على السوق، أكيد راح يكون هناك عمليات ضغوط، وأكيد راح يكون في نوع من يعني عمليات البيع اللي الهدف منها أنا باعتقادي جزء منه طبعا انه هو عمليات جني ارباح، هذا ما فيها شك، ولكن الجزء الاساسي منه هو الضغوط على الاسعار بحيث ان احنا ناخذ الاسهم باسعار متدنيه. واضح اليوم السيوله جدا جدا متدنيه، اليوم حتى سيوله اليوم احنا باقي على الجلسه فقط 40 دقيقه، السيوله فقط 15 مليون دينار، بالامس احنا سكرنا على 26 مليون، فهذا يراوينا شنو وضع التداولات حقيقه في الوقت الحالي. هناك نوع من الشد، هناك نوع من المخاوف، هناك نوع من الترقب لما ستؤول إليه الأمور، خاصة بالأمر الأساسي اللي هو يأثر على السوق في الوقت الحالي، ألا وهو العامل السياسي، العلاقة ما بين السلطتين، هل سيكون هناك توافق، هل سيكون هناك تناغم ما بين المجلس وما بين الحكومة. الكلام اللي قاعد يصير من بعض النواب أنه اللي يعني يبدو أنه سيخلق نوع من المشكلات، هل هذا سيتحقق؟ هل الحكومة راح تكون يعني قادرة على طرح برنامج عمل للحكومة بشكل سريع، ويكون هذا البرنامج يعني يوفي متطلبات يعني متطلبات الشعبية إذا صح التعبير، متطلبات النيابية، يعني هل سيطرح موضوع التنمية أكيد اللي هو العامل الأساسي بالدرجة الأولى، موضوع الاقتصاد هل سيطرح في الوقت الحالي؟ يعني أمور كثيرة حقيقة هي لها مؤثرات على السوق. الأرباح حقيقة الشيء اللي يعني نوعا ما مزعج للمستثمرين بأن أرباح الشركات تعتبر جيدة جدا، ولكن ما قاعدين نشوف انعكاساتها على التداولات حقيقة، يعني خاصة بالنسبة للأسهم القيادية اللي قاعدين نشوف عليها حقيقة ضغوط خلال يعني جلسة الأمس، لاحظنا أن في ضغوط كبيرة جدا، ضغوط مضاربية على الأسهم هذه الكبيرة، واضح أنه يعني حتى هذه الأسهم الكبيرة تتعرض إلى الضغوط في الوقت الحالي، وبالتالي أيضا هذه تأثر على الأسهم الثانية. لكن على كل حال يعني هناك فرص موجودة في السوق، وقاعدين نلاحظ أن المتداولين يستفيدون من هذه الفرص، والمضاربين يستفيدون من هذه الفرص، خاصة أن المرحلة في الوقت الحالي مرحلة ركود وترقب. نعم، وخليجيا كيف كان وضع الأسواق في ظل تباين نتائجها؟ سوق الخليج، أسواق الخليج أداءاتها الآن في عمليات جني أرباح واضحة وعمليات تصحيحية جدا محدودة، ولكن بالمجمل العام أيضا أداءاتها جدا قوية، خاصة سوق دبي، سوق أبوظبي، سوق السعودي حقيقة أداءاتهم جدا جدا ممتازة، وهذا كله يعود إلى أن هذه الأسواق الناشئة تتجه إليها السيولة من الأسواق العالمية التي هي تواجه الكثير من المخاطر
في الوقت الحالي بسبب البيانات الاقتصادية للنمو الاقتصادي في جميع المناطق الرئيسية في العالم. تتوجه السيولة أو كثير من السيولة توجه عندنا في دول الخليج، على اعتبار أن هناك حقيقة الكثير من الاستقرار، انعكاس أيضا على أسعار النفط التي يعني تعتبر جيدة جدا، المشاريع التنموية التي بدأ إطلاقها في دول الخليج، تعافي القطاع العقاري وتعافي الاستثمارات الأجنبية. نعم، شكرا جزيلا لك سيد عدنان. ركود ما بعد الأعياد والمناسبات أمر طبيعي يسود معظم الأسواق، إلا أن الأمل يساور التجار في انتعاش الحركة الشرائية في ظل اقتراب موسم المدارس. جولة أسواق اليوم من داخل سوق لمباركية. خيمت حالة من الركود على الأسواق التجارية ما بعد عيد الفطر، الأمر الذي ألحق خسائر بالتجار رغم إعلاناتهم عن العديد من العروض والتنزيلات، حيث عادة ما تنفق الأسر الخليجية كل ميزانيتها وما ادخرته من رواتب شهرية لتأمين احتياجات العيد، وكذلك العطلة الصيفية وموسم السفر وقرب حلول العام الدراسي، كلها عوامل ساهمت في انكماش النشاط التجاري. يتوقع أصحاب هذه المراكز أن تنتعش حركة المبيعات خلال الوقت القادم، وذلك مع اقتراب العام الدراسي وعيد الأضحى وموسم الحج بشكل عام. والملاحظ تزايد عدد المرتدين لهذه المراكز في الفترة المسائية دون أن يكون هناك قوة شرائية، بحيث أن أكثر من 90% منهم جاءوا فقط لقضاء الوقت والتسلية ومعرفة الجديد في السوق. الحركة تعبانة جدا، يعني حتى قبل العيد كانت شوية تعبانة، وبعد العيد هديت نهائيا، وبننتظر إن شاء الله موسم مدارس إن شاء الله بكون أفضل. يعني تنتعش الحركة من جديد؟ طبعا هي على المواسم بشكل عام، الحركة بالأسواق بتنتعش على المواسم، موسم برد، موسم مدارس، موسم رمضان، أعياد، هالأمور هاي يعني، وإن شاء الله بصير موسم سفر مثلا، أحيان عالم تطلع من السفر، عالم تيجي كمان عشان أواخر الشهر على الرواتب كمان إلو زور هذا بالشغل، بس بشكل عام ضعيف. أحد أهم أسباب تباطؤ حركة الأسواق ربما يعود لكثرة هذه المراكز والمحلات، ما أوجد تفاوتاً ملحوظاً في الأسعار دون إعطاء أي أهمية للجودة أو النوعية، خاصة للسلع الكمالية منها. الحين صار يومين شوية حركة، يعني بعد الظهر ناس يجي زيادة مشان ما دارس، قبل الليل كفيف زبون يجي، ليش؟ عيد ومدرسة مع بعض، مصارف زيادة، ناس انترمال فلوس هذا. ويعتبر الركود التجاري في الأسواق ظاهرة غير مستغربة، خصوصا بعد الأعياد والمناسبات، ومن هذا المنطلق نجد أصحاب الأعمال يقومون بالترويج لسلعهم وعمل التخفيضات الموسمية أو الجوائز وغيرها من الطرق المحفزة على الشراء. أكثر أهل البلد مسافرين، لكن في من الدول المجاورة سائحين كثير، يعني من دول خليجية، من البحرين، من السعودية، من قطر. ويبدو أن مرتدي الأسواق يكتفون بالتنزه في المراكز دون الشراء، على أمل شراء هذه السلع بسعر أقل بعد فترة قصيرة، خاصة في ظل عدم الحاجة الماسة إليها، وفي ظل وجود تنافس مستمر على الأسعار بين مختلف التجار في مختلف هذه الفترات. عادة ما تعاني الأسواق العربية ركودا بعد المناسبات، ويسودها هدوء نسبي في أعقاب الأعياد والمناسبات، حيث يعول هؤلاء التجار الآن على أن تنتعش حركة المبيعات في الفترة القادمة مع اقتراب العام الدراسي وموسم الحج وعيد الأضحى. بعد الفاصل، DLA بايبر يشيد بقانون تعزيز الاستثمار المباشر المزمع تطبيقه في البلاد. يشهد مجال المشروعات الصغيرة تطوراً ملحوظاً خاصة في أوساط الشباب. إلكتروفيجن بريق أمل على طريق التوسع في استخدام التكنولوجيا خلال جميع أنشطتنا اليومية. إلكتروفيجن
أول شركة كويتية شبابية تعتمد في عملها بشكل أساسي على أحدث أنواع التكنولوجيا الموجودة بالعالم. شركة إلكتروفيوجن هي شركة شبابية كويتية تأسست في 22/2/2012. هدف هذه الشركة هو تخفيف العبء الواقع على الأيدي العاملة في الكويت عن طريق توظيف واستخدام التكنولوجيا في مصالح الشركات في عدة وجميع مجالات الشركات وقطاعاتها الاقتصادية والتكنولوجية والصناعية. مجموعة من الشباب الكويتي لم يكتفوا بمؤهلاتهم الجامعية والاعتماد على العمل بالقطاع العام، مفضلين أن يكون لهم عملهم الخاص. طبعا هذا الجهاز اللي جبناه في ثلاث أنواع من هالأجهزة: جهاز بالطوفة، وجهاز يكون ستاندالون، الطوفة طبعا اسمها الوول ماونت، والستاندالون اللوبي ماشين، ينحط في الفنادق، ينحط في المطارات، ينحط في الحدود البرية. طبعا هذا الجهاز يستقبل 15 عملة مختلفة، ويستخرج تقريبا 4 عملات إلى 8 عملات. فهالجهاز يتطلب منك أول مرحلة أنك تدخل الأموال، الفلوس. الجهاز يحسب لك على سعر، يحسب لك العملة على سعر العملة في الموقع الفوركس. طالما كانت الحاجة أم الاختراع، فمن مشاكل الصرافة بالكويت وزحامها المستمر كانت فكرة الأصدقاء في جلب أحدث أجهزة الصرافة الأوتوماتيكية بالعالم، والتي تعمل على حفظ الكثير من المال والوقت لأصحاب الأعمال. تاتش سكرين وشاشة كبيرة وفاندل بروف يسمونه، يعني ضد التخريب. وفي بانك نوت أكسبتر، هذا البانك نوت أكسبتر يقرأ حتى العملات المزورة، يعني يحمي صاحب الشركة اللي شاري هالجهاز من أي تلاعب يعني في الجهاز نفسه. وفي نفس الوقت الجهاز تتحكم فيه من موقع إلكتروني، يعني فرضا إذا عندنا تقريبا 50 جهاز في السوق ولا 50 جهاز في الكويت، من موقع واحد تقدر تتحكم في كل الأجهزة وتشوف الجهاز اللي ناقصه فلوس، الجهاز اللي يحتاج صيانة، عن طريق هالموقع البسيط من مكان واحد يسمونه Centralized Location Administration. وبالرغم من تفاؤلهم بازدهار أعمالهم وتطويرها، إلا أن حذرا يشوب هذا التفاؤل نتيجة صعوبات تتعلق بالمعاملات والروتين الحكومي الذي يواجه تقدمهم. نتمنى من وزارة التجارة ووزارة الشؤون والجهات الحكومية مساعدة الشباب وعدم إعاقتهم والوقوف أمامهم في مجالاتهم واقتراحاتهم ومشاريعهم. أمانة يعني إحنا، أنا صار لي 8 أشهر أحاول أطلع رخصة حق شركتنا، ووزارة الشؤون معقدينها علينا، وزارة التجارة نفس الشيء والبلدية، فهذا شيء لا يحتمل. وأتمنى من جميع الجهات الحكومية أن تساعد الشباب الطموحين، لأن بالنهاية هذا يصب في خدمة المجتمع نفسه. فإذا وزارة الشؤون والوزارات هذه قاعد تحاول تصعب الأمور بدون أي سبب، الشباب ما راح يشتغلون صراحة، ولا راح يطلعون أفكار جديدة، ولا راح يشتغلون، ولا راح يفكرون في مشاريع تفيد مجتمعهم. طالما كانت البركة في الشباب، فبمجهودهم تتقدم الأمم، لذا وجب تمكينهم وتشجيعهم لاقتحام عالم المال والأعمال باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها تشجيع مبادرات أعمال صغار المستثمرين. عادت أسعار الذهب إلى الارتفاع النسبي، فيما تشهد أسعار النفط تذبذبا في الأسعار نتيجة تباطؤ الطلب الأمريكي عليه. وفي أسعار العملات تستمر أسعار الدولار الأمريكي في التحسن نتيجة البيانات الإيجابية الاقتصادية، فيما يتداول اليورو في نطاق ضيق، أما الجنيه الاسترليني فقد شهد تراجعا ملحوظا. التفاصيل مع المستشارة المالية داليدا سعد. سيدة داليدا، تشهد أسعار الذهب ارتفاعا نسبيا، ما السبب وراء ذلك؟ انخفضت أسعار الذهب، وذلك كحركة تصحيحية عقب الارتفاع الذي شهده خلال الأيام الماضية، ليبقى عند أعلى مستوياته في 4 أسابيع، إضافة إلى الارتفاع الذي يشهده الدولار. وكان الذهب قد ارتفع في الفترة الماضية بسبب الطلب الفعلي من الأسواق الآسيوية، إضافة إلى انخفاض الدولار، إلا أن ذلك لم يكن سببا كافيا لدفع الأسعار فوق مستويات $1,340 للأونصة.
والتكهنات ما زالت منتشرة في الأسواق العالمية حول ما سيقوم البنك الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المقبل بشهر سبتمبر، وهو مبدئيا مرجح إلى الاتجاه الصاعد، بينما يتطلب ذلك الثبات فوق مستوى 1270 عندها دعم على 1300 ومقاومة 1360. إذن ما تفسيرك للخسائر المتوالية في أسعار النفط؟ النفط الخام يخسر ارتفاعه وسط مؤشرات بارتفاع محروقات الوقود الأمريكية باعتبار الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم. وجد سعر النفط صعوبة في الثبات فوق مستوى 107 دولار للبرميل ليتذبذب حول 106.60، وأننا نشهد ميلا صاعدا مع الانتباه لعدم كسر مستوى 105.75 عنده دعم على 105 ومقاومة 109. أما بالنسبة لأسعار العملات، إلى ماذا ترجعين أسباب ازدهار سعر الدولار وعودة اليورو إلى الانخفاض مرة أخرى؟ الدولار يحافظ على ارتفاعه في ظل استمرار تعافي الاقتصاد الأمريكي، خصوصا في ظل بيانات إيجابية تمثلت في ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية، فضلا عن توقعات بارتفاع القطاع الصناعي في نيويورك بأعلى وتيرة في 6 أشهر، والتي وسعت نطاق التوقعات باحتمالية خفض البنك الفيدرالي برنامج شراء الأصول الشهر القادم. وفي المقابل يتداول اليورو بنطاق ضيق في التعاملات وسط توقعات بأن يسجل اقتصاد المنطقة الموحدة نمو للمرة الأولى عنده دعم على 1.3230، إذا كسره سينزل، ومقاومة على 1.3295، إذا كسرها سيصعد. تراجع الجنيه الاسترليني قبل بيانات هامة عن الاقتصاد البريطاني من الطلبات عن إعانة البطالة، بالإضافة إلى محضر الاجتماع البنك المركزي. وواصل الين الياباني الهبوط اليوم الثالث مع استمرار خروج العملاء من مراكز شرائية نتيجة توقعات بقيام البنك المركزي الياباني بمزيد من إجراءات التحفيز عقب تسجيل اقتصاد تباطؤ بالنمو على عكس متوقع في الربع الثاني. نعم، شكرا جزيلا لك سيدة دليدا سعد، والآن إلى جولة اقتصادية نستعرض فيها أهم الأخبار الاقتصادية خلال الأسبوع. أصدر وزير التجارة والصناعة أنس الصالح قرارا وزاريا يقضي بتشكيل فريق عمل مع الجهات الحكومية بالدولة لمعالجة ظاهرة تملك الشقق في السكن الخاص بالوزارة، فيما أبدأ الصالح اهتمامه بمتابعة هذه القضية التي بدأت تستشري في عدد من مناطق السكن الخاص النموذجية كسلوى والجابرية وغيرها، لما لها من تأثير على الخدمات والمرافق في هذه المناطق التي خصصت كمناطق سكنية وليس استثمارية. في قراءة لنتائج القطاع المصرفي للنصف الأول من العام الجاري، رأت مصادر بنكية أن البنوك تخطت فترة صعبة على مستوى بيئة الأعمال خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، في ظل بنية أعمال غير مواتية أثرت بشكل أو بآخر على حجم العمليات التشغيلية. البيانات المالية نصف السنوية للبنوك قد كشفت عن تحقيق القطاع المصرفي لأرباح بلغت نحو 281 مليون دينار بنسبة نمو بلغت نحو 8% عن الأرباح المحققة لنفس الفترة من العام الماضي. رحب مكتب المحاماة العالمي DLA بايبر بقانون تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، والذي صدر أخيرا ويندرج ضمن السياسة الواضحة لتطوير التشريعات الاقتصادية الكويتية وتعزيز وإرساء أفضل الممارسات الدولية وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد، فيما سيكون القانون نافذا بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره. ويرى مراقبون أن القانون يشجع الاستثمار الأجنبي ويكرس أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما أن من شأن القانون الجديد إدخال وإرساء التحسينات الضرورية لتطوير عمل الشركات، ما سيساهم في نهاية المطاف في خلق بنية عمل أكثر تكافؤاً. قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني أنه ارتفع رصيد أدوات الدين القائمة من سندات سكوك في دول الخليج بوتيرة جيدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وقد حافظت إصدارات القطاع الخاص على وتيرتها القوية ليهيمن بذلك على نشاط أدوات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد كان هذا النشاط مدفوعا بالقطاع غير المالي الذي شهد أفضل 6 أشهر له حتى الآن.
أشار تقرير أصدرته شركة بيتك للأبحاث حول البنية التحتية وسوق المشاريع في الشرق الأوسط إلى انخفاض قيمة المشاريع للربع الثاني على التوالي بنسبة 3.3% على الرغم من دخول مشاريع بقيمة 36 مليار دولار إلى السوق خلال فترة الأشهر الستة الماضية، حيث بلغ إجمالي المشاريع في الربع الثاني حوالي 264 مليار دولار منخفضة عما كانت عليه في الربع الأول والتي بلغت 273 مليار دولار. وذكر التقرير أن السعودية وإيران والإمارات ما زالت في المراكز الأولى كأعلى ثلاث دول من حيث قيمة من قائمة أكبر 100 مشروع في الشرق الأوسط، كما ظل قطاع الغاز متصدرا المشاريع تلته مشاريع الإنشاءات والنقل. أفاد تقرير عن نتائج الاستبيان الشهري لبنك أوف أمريكا ميريل لينش لآراء مديري صناديق الاستثمار بأن الشهر الجاري شهد قفزة كبيرة في مستوى الثقة بنمو الاقتصاد العالمي، حيث أعرب 72% منهم عن تفاؤله بحدوث ذلك النمو خلال الشهور الاثني عشر المقبلة في أقوى مستوى من نوعه شهده المؤشر في هذا المجال منذ نحو أربع سنوات، وبزيادة حادة في مستوى 52% سجله في يوليو الماضي. وأوضح التقرير أن المستثمرين لا يزالون يشعرون بالقلق من حدوث هبوط قاس للاقتصاد الصيني على الرغم من تراجع حدة هذا القلق عن المستوى الذي بلغه خلال الشهر الماضي. وصلنا أعزائي المشاهدين إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الاقتصادي أسواق، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة في حفظ الله ورعايته.